السلام عليكم، أنا محمد دمير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. وموضوعنا اليوم راح يكون وجبة خفيفة ولا سريعة في التاريخ، مش تحقيق ولا بحث. نتوقع أغلبية الجزائريين كيفي ما يعرفوهاش، لهذا حبيت نشاركها معك. هذه مخطوطات قديمة سرقتها فرنسا من واحد الكهف كانوا يتعبدوا فيه النوميديين شرق البلاد، وقصتها مدونة في هذا الكتاب اللي يقول: في 12 جوان 1918 اكتشف موريس ريغاس بقايا لمخطوطة لقاها في شرق الجزائر، وبعد 13 يوم أرسلها لباريس، وفي الشهر الموالي نشر الباحثون الخبر في المجلات بأنها ملقوا مخطوطات ترجع ل 17 قرن. في البداية كانوا يعتقدوا أنها إحدى الكتابات المسيحية، وبعد شهر زاد طلع عليها باحثين أخرين وقالوا هذه النصوص متعلقة بالديانة المانوية، وبقى الجدال حتى الجويلي 1919 وإن تم التأكد قطعا من أنها نصوص مانوية. ثم تم إخفاء المخطوط في الأرشيف وما عاودش تدرس حتى لغاية 87 وإن كان محل دراسة أخرى، وأخيرا في 2004 لتصبح بذلك هذه المخطوطة مصنفة على أنها المصدر المانوي الوحيد في العالم الذي كتب بواسطة مانوي باللغة اللاتينية. وهنا نزيد نعرف أنه أهم مخطوط على الديانة المانوية في الإمبراطورية الرومانية كلها هو ذلك الذي عثر عليه في الجزائر، ودرك نشوفوه مع بعض. وهذا مصدر آخر يؤكد نفس الشيء، ولقد كان أول اكتشاف لوثائق مانوية في الغرب بالجزائر. وبالرغم من أنه إحدى فقرات المخطوط تتحدث على مريم العذراء، إلا أنه لا شك بأن المخطوط كتبها شخص يدين بالديانة المانوية وليس شخص مسيحي يرد على المانوية. طبعا لما يعرفش الديانة المانوية منسوبة لشخص ظهر في العراق في القرن الثالث ميلادي ادعى النبوة، اسمه ماني أو ماني، وكان أغلب أتباعه في الشرق يعني في إيران والهند والصين وبنغلاديش. لهذا تعتبر هذه المخطوطة اللي لقيناها في الجزائر عندها أهمية كبيرة، لأن يعني وجود هذا الكتاب والعلم المانوي في الجزائر يدل على أن نوميديا في هذاك الوقت كانت قطب حضاري، منارة علم يقصدها المفكرين والمبشرين ويحتموا بأهلها، وأن نوميديا كانت بلاد منفتحة على الأخبار والأحداث في العالم كله، ومنفتحة على العلوم والنبوءات، ورجالها كانوا يقروا ويناقشوا مواضيع كهنوتية ما يتجرأش على دراستها إلا الفلاسفة والعلماء. ودل أيضا على أن 14 قرن من التاريخ الجزائري ما هي إلا كساعة من نهار. وفي الأخير نخليك مع الصور الأصلية لما تبقى من صفحات هذا المخطوط النادر، ونتمنى يكون في هذا الموضوع إضافة لمعلوماتكم التاريخية.